واحد بيقول: ما رأي قداستكم في السياحة والسواح القديسين؟ طبعا ده موضوع طويل، لكن عموما احب اقول الاتي، لان سمعت مرة راهب بيتجول في المدينة ويقول للناس: انا سايح. سايح على بعضه. السواح، صفة السواح هي الآتي: السواح هم متوحدون يعيشون في البرية الجوانية، تمر عليهم سنوات لا يرون وجه إنسان، تمر عليهم سنوات لا يرون وجه إنسان. الأنبا بول قعد 80 سنة لا يرى وجه إنسان. أبا نفر السائح أما تيموثاء السائح غيره عشرات السنين لا يرون وجه إنسان. وفي بعضهم لما كان يسكن بعيد في حتة ويتعرف مكانه كان يغير مكانه لكي لا يصبح مجالا للزيارات. فالسواح هم متوحدون قديسون ناسكون يعيشون في البرية الجوانية على مسافات بعيدة، وتمر عليهم سنوات طويلة لا يرونه كإنسان. في القصة بتاعت أبا نفر السائح يحكي القديس الأنبا دبنودة الذي عرف حياة هذا القديس وكتبها، بيقول: ان انا حبيت اشوف الاخوة السواح، فمشيت 4 ايام بلياليها لم اكل خبزا ولا خمرا وطيب، فجي ملاك واطعمني ومشيت بقوة هذه الاكلة مدة طويلة. يعني خلاصة القصة لما نقراها، يمكن مشي في البرية حوالي شهر او ما يقرب من هذا لغايه لما شاف ابو نفر. فاذا عرفنا ان الشخص جايز يمشي، انا كنت في الجبل اقدر امشي، زمان دلوقتي ما اقدرش امشي، يعني حوالي تقريبا 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو في الساعة بمشي كده جد. يعني فإذا كان واحد من القديسين بيمشي في النهار قول 15 ساعة، يعني في اليوم 90 كيلو، نشوفه 20 يوم ولا 25 يوم، يبقى المسافة قد إيه؟ عشان كده يقول في البرية الجوانية مسافات طويلة لغاية لما شاف أبو نفر. لكن واحد يقول لك ان هو من السواح وبنشوفه ونتكلم معاه او بيسرح في الدنيا، مش هي دي السياحة. والسياحة ايضا مرتبطة بالنسك الشديد، بالنسك الشديد والبعد الشديد عن الناس وحياة الغربة والصمت.